السلاطينتا سيدو كلام مدح دقمات كبش السعد موسيقى يا سوق بقابيي مناسبة سير سرالوس واغا سمي سلامرك عنا لغو شاعيني حبناها عصيب قدي دو هربرينتا باش السعد موسيقى هود عليه مدشا سوء حايد ميت سير سرالوس واغا سمي سلامرك عنا يسوقي مادين السلاطينتا يمدح دقمات كاسي السعد موسيقى هل كاسي وحا هذا الكا اسكاد دبا مرين هل دور كي قوبتا كسوغنا وحين عرب كاكوات كيين سيدا يقوكو انتا يسيدي لو هربرين لها باش سلامرك عنا لو قرب استاقي لها قد يديكو بلشدان وغو باقي إن ليس قرب تاقا قد يديكو عصب دنبيجينا الله دعفو دنبيجي والدكينا الله دعفو قرنكا يقبيل كينو هل كان يسكوني مي الله ينوها قاتيو يبقدو صغير يكبير قد يدعي الله شقيو داتا نير كروه لقدتدو أكو ددو دلعاك الرسوة شمو هدهي تجارة هاي هدهي قرحصتايا ديار تهاي هدهي ربحو قلي شقيسا ايار تهاي وحين دوري لا بحر كماتا لو شاعر يا بنتي ذا برا ما هو حويلي الناس كذا قراعه انت في سعد موسى هرمانيا وكنت دي هرمانيتا باشا سعد موسى تم تفهير بيها سعد موسى ميل كستو وتوغو تم سعد موسى يا لغش غيري وحان تم تاهين هيركا او لغش غيري يا مجرته وحين تم تهيركا ايوم بلغش غيري وحكى لو لغش غيري يا وحي كلبا دبات التماطة أما وحي هرمري مادنا وحل الجارسين يدقان ده أي نكسر جدا بينه ناس السويم وحي نسكون من نيدن تمام تسوى حل الجدورة يا إن نكسي بديسو يا الجدورة يا وحي أرين تيرون دارن تايم قد جاس عاد موسى ما تين لنا شقيا يلا نشاع يو إن بدنا نسول شقيا نسي كو أسبيو كو هرو كشريبة لا هي كبر يا إن لا هي كوي من دماء ولا كشقيا يا على كده كوي دارها إليهم إلى هاي وها جاتيو يهونا إجمالا الله كبيرو إنت هالكم فريدة إنت عود كم غلي دونتا إنت دبت الجوكتا دمانتين وحنا إذا فرينا إن جديدا لا شقيو ولا يسكر بتاعو أو هي ليه هويو هنتي بدل كرب جوكسلو سي أي يلو جدة دا أي نودي رندي وقوي وهر مارين تبش ملك استوي دكتور يوغو كستوي جوك تبع سعد موسى لما قدي ما هي قدي وقولي قدي ده شنو قدي ده هلا وحكى له قدي هو شقي يا رجل قدي يسا هو تمشي كده قدي ده هو هو هم تاني نسكت كده وحي ودوري ما قدي ده هنا إنه هريرة إسكت كده إنه شاعينه أو يوغو كوكو هلا والله فضل في الهير كها وحيابه كدنا يقدرلو يكون جاي نبوحيني وحالله يا هاي ومبار دير أنو تشيدين يا بيلا سعد موسى إن كنت دان لو لك نبلادو أو ليس قرب تهيو أدي سلاطين تهي أدي وحقرة تهي أدي عقاب تهي كنت دينا وإن نشكر تهيو ومدى كلي أم بيش أهينا وخالق الناس بخلق حسن وإن أمد بيش أي بيلها كلي في سومالي لان يوم الضباء وإلى كلنا قمتو نحوها نقا وناكسن هي أسلوب وناكسن قد إذا لما عابينا إلهي سبحانه وتعالى يقرأوها انكبر إياه إن حوشنا وفض ذايو إلهينا أكدقو قد إصلاح كشقيسا وناك شقيسا انت سكد بالك سوحا لقا أخري ورمتيات كصوب بحي باش السعاد موسيي قد إذا حوض عليه شركاس او سعودي مدول لقا صوب اللعبو كودي چنبرو إلا لباد كوني أفري لباتنك إلا لباتنك چنبري لباد كوني أفري لباتنك دوت يفلانقين دير كدي شركو إساقو كدولي حرار كدقن كأي باش السعاد موسى كو تاريخيسن لحي لباتنك بشي سقالات لباد كوني يسدح يتبانك قدر كيس أفري صدنات كاس أو قيحيا قابل اسمات كجدي ده هرمارين تباشا سعد موسى يوم دحليت كودا كدب مركا عنو عرقني قدب كأفري لباتنات فرق دي سلوات اي شيق يا مركا اي دماتو مدحليت كجدي ده هرمارين تباشا سعد موسى انش فوالبا او كامل اه باشا سعد موسى اي صوح ولان ايان حبنه هوري اي جدي ده هوري وقول هايين جفوالبنا اي صوح قدبين دونتو سلا دين تيدا marka aan waragnay qoraalka ku taariikhaysan 20ka January 2024ka ujeedadiisuna tahay soo gudbinta xubnihii uga mid noqon lahaa gudida horumarinta beesha Saad Muuse ayna soo gudbiyeen salaadinta jifooyinka beesha Saad Muuse isla markaana sida ay ku ansixiyeen xubnihii gudida beesha
markay taariikhdu ahayd 25ka January 2024ka gudidu waxa yeelatay gudidan cusub xubnihii hore iyo xubnaha dambaba waxa yeesheen shir aan caadi ahayn oo ay ku doorteen shir gudoonkooda gudida hoggaamin lahayd waxa maanta ay taariikhdu tahay hadaba 28ka bisha koowaad 2024ka xafladan oo ka dhacaysa magaalada Hargeysa gaar ahaan Crown Hotel waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqayaa xubnaha gudida hoodaale ee beesha Sacad Muuse magacyada gudida horumarinta hoodaale gudoomiye Maxamuud Qaalib Cali gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur Odowa gudoomiye ku xigeenka labaad Dr. Maxamed Awdaahir Ibraahim xogayaha guud Axmed Kilaas Jaamac Farxaan Haaji Maxamed xubin قود عثمان محمد حبين موليد علم يونس حبين اسماعيل هيبي علي حبين خضر ياسين حاج موسى حبين صلب علي امان عاقل علي ميغاك موسى عبد الرحمن اسماعيل حسين عدمي حبين مرسل نوح عثمان حبين عاقل صادق شيخ اسماعيل اودوا حبين عبد الوهاب حاج عبد الله حسن ركوب حبين محمد عمر احمد حبين عبد الرزاق محمود ابراهيم حبين إبراهيم محمد علي حبين إسماعيل عبد عابي حبين آدم يوسف حسن حبين موسى يوسف محمد عجاي حبين محمد عبدي الله مجن حبين سعيد عبدي فارح حبين هذا باقي شركة وحاول شركة وباقيا بلوين تساعد موسى جدي يدبدب إن السيج مج يميزان له ولا شقيان أسكون قرب تاجان gudid cusub ee hoodaale ee ayeelatay maanta beesha Sacad Muuse waxa shirka ugu baaqaya shirka guud ahaan wuxuu uga baaqaya in ay si mugle u taageeraan xoojinta qaranimada Soomaaliland waxa shirku u taageero mug iyo miisaan u muujinaya heshiiska iskaashi ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmar dardaaran gudida horumarinta hoolaale ay soo jeedisay waxa beesha Sacad Muuse ay kula dardaaransaa gudidu cusub ee hoolaale isku xidhka beesha gudiyey dibadba inuu isku xidh beesha yeelato gudiyey dibadba horumarinta jiritaanka iyo sumcada magaca beesha Sacad Muuse iyo sidii wax looga wada qabsan lahaa horumarka inay ku baraarujiyaan bulshada degta deegaamada beesha Sacad Muuse sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa arrimaha bulshada isla markaana wixii la qabtana loo wada ilaashan lahaa gudiga Sacad Muuse ee sharafta qaraabada ee maanta aan hore u asxiinayo asluumada uu hore saaray raqaatay aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaynaa saaxiib marka aanu soo dhaweynaysaan ee aad ka tiin saar inaan hawshiisii wadno annaguna waa dadaali doonaa ilaahay sidoo kale wanaag ah ayaa naga qabto nabadgelyadana allah ay noo adkeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhabka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 abshaah ma ku keenay igidda abu waxaan ku daray caano yuro abu haabo kildi kala saar ayaan